هل ممكن نتواصل معاه من اي خط تاني بعد اذن حضراتكم؟ لانه احنا عارفين انه لجنه التسعير للسولار وللبنزين بتجتمع كل 3 شهور، وعارفين كمان ان الاجتماع محدد، بمعنى يا اما بيعلوا 10% يا اما ثبات السعر يا اما تقليله 10%. فمحتاجين نعرف اللجنة هتجتمع امتى، بناء عليه نقدر نتصور القرار عامل ازاي. معانا الاستاذ حمدي؟ الو. طيب نحاول تاني لانه الناس ابتدت تتكلم على وهنا الوضوح بقى اللي انا بقول لحضراتكم فيه، قولوا لنا، لانه انت بتتكلم على السعر العالمي، الدنيا عماله تضرب نتيجه الظروف، وادي النهارده السفاره الامريكيه في لبنان اتضربت، فكل ده انا عايزه اقول لحضراتكم اي حدث بيحصل ده بيسمع اسعار البترول، بيسمع في اسعار الدولار، بيسمع في كل حاجه في الدنيا، اي حدث سيء بيحصل في اي مكان. فمعانا الاستاذ حمدي. استاذ حمدي اهلا. اتفضل يا فندم. اللجنه، اتفضل. هذه اللجنه حضرتك مشكله من البترول ومن الماليه. نعم. هذه اللجنه عندما تجتمع في شهر يوليو القادم ان شاء الله هتجتمع 1/7 1/7 2/7 3/7 اوكي، يعني في اوكي اتفضل. في شهر 7 بتجتمع وحضرتك بيتم اعداد دراسات حوالين سعر خام البترول العالمي اللي هو خام برنت. ايوه. لانه ده خام القياس. نعم. وبنشوف متوسط هو مرتفع دلوقتي. ها؟ هو في حدود الثمانينات يعني دلوقتي. تمام. يعني اتفضل. تمام. 82 83. تمام. وفي نفس الوقت في سعر الصرف. وفي تمام. نفس الوقت في اعباء تداول، ودي تقريبا بتبقى صح. فطبعا اللجنه يعني ايه اعباء تداول يا فندم؟ اعباء تداول المنتج نفسه حضرتك. تمام. اتفضل. اعباء تداول المنتج بس. أيوة. دي ما بتبقاش ارقام كبيره، هو القصه كلها في الاساس سواء خام برنت او بالنسبه للدولار. نعم. فبيتم حضرتك الاجتماع ويشوفوا هذه المعادله السعريه، وعلى اساس هذه المعادله السعريه بيتم تطبيق الاسعار لشهور يوليو واغسطس وسبتمبر. طيب زي ما انا قلت صح، يا اما 10% زياده يا اما ثبات السعر يا اما 10% اقل. قرار صحيح، قرار رئيس الوزراء بيحدد ان بالنسبه للاسعار. أيوة. هو حامل حد اقصى 10% وفيما يتعلق به او ادنى 10%. تمام. يعني في حاله الزياده يبقى 10% في حاله الانخفاض يبقى 10%. هذا هو القرار الصادر. تمام. شكرك فندم، شكرا جزيلا استاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول. بقول لحضراتكم اي حاجه بتحصل بتسمع في كل الحاجات، يعني انت بتتكلم انه لبنان النهارده